بالنسبة لموضوع نسب المشاركة، فقد صدرت قبل لحظات نسبة مشاركة بلغت حوالي 17.78%، وهناك زيادة بنسبة المشاركة ب 6.74 نقطة عن انتخابات عام 2022 والتي سجلت في نفس التوقيت 11.54%. على ما يبدو هنالك نسبة إقبال كبيرة من قبل الفرنسيين للتصويت والمشاركة في هذه الانتخابات، على عكس الانتخابات السابقة في عام 2022 كان هنالك كثير منهم كان قد رفض المشاركة، لكن اليوم على ما يبدو بأن هنالك صحوة إنجاز التعبير لدى المجتمع الفرنسي، خصوصا مع تهديد اليمين المتطرف بالوصول إلى السلطة، أيضا الحملات التي يتم أو التي استبقت هذه الانتخابات وتوعية الشباب بضرورة وإلزامه بالمساهمة والمشاركة في هذه الانتخابات دفعت بالكثير منهم للنزول والتصويت منذ الصباح الباكر. طبعا هنالك إقبال وإنجاز التعبير ليس بالإقبال الكثيف، لكن كما تعلمين بأن اليوم هو يوم الأحد وعطلة نهاية الأسبوع، فبالتالي هنالك كثيرون يفضلون النزول بعد الظهيرة للتصويت، على اعتبار بأن مراكز الاقتراع في المدن الكبرى سواء في باريس وأيضا في مرسيليا وليو ستغلق أبوابها عند الساعة 8 مساء، وبالتالي هنالك حيز من الوقت ومساحة لهؤلاء الناخبين للنزول للتصويت في هذه الانتخابات. لكن اليسار استبق النتائج ودعا إلى تجمع اليوم في ساحة الجمهورية في تمام الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي لما أسماه ليلة الانتخابات، وعلى ما يبدو هنالك فرحة لدى أنصار اليسار بالنتائج التي حققتها الجبهة الشعبية الجديدة في أقاليم ما وراء البحر، وبالتحديد في إقليم مارتينيك حيث هنالك نسبة كبيرة مؤيدة للجبهة الشعبية، والنتائج الأولية تشير إلى تقدم الجبهة الشعبية الجديدة في تلك المناطق. أيضا هنا في باريس من الممكن أيضا أن تقلب الطاولة على رأس اليمين المتطرف، على اعتبار بأن الجولة الأولى ليست هي الحكم وليست هي الفصل في هذه الانتخابات، في حال تأهل المرشحون إلى الجولة الثانية لربما يكون هنالك بعض المرشحين سيقومون بالانسحاب من هذه الانتخابات لفتح المجال أمام شخص آخر ل الفوز بالجولة الثانية، وأيضا عقد تحالفات جديدة على غرار ما حدث في انتخابات عام 2022 عندما حصر التنافس بين ثلاثة أحزاب رئيسية، حينها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون وأيضا التجمع الوطني وحزب فرنسا الأبية، وبالتالي كان هنالك اصطفاف في بعض الأحزاب إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف، وبالتالي من الممكن أن يكرر أو يتكرر هذا السيناريو. أيضا كان هنالك حديث قبل أيام من انطلاق هذه الانتخابات إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى تفعيل المادة 16 من الدستور، لأن هنالك حالة من التخوف لدى الحكومة الفرنسية من بعض الاضطرابات وبعض العنف من الممكن أن تشهده البلاد عشية أو خلال مساء هذا اليوم بعد صدور النتائج، وبالتالي من الممكن أن يمكن أن نقول بأن هنالك حذر لدى حتى الناخب الفرنسي لمن سيصوت في هذه الانتخابات، لكن الأكيد بأن العمال وأيضا الفئات المهمشة والأحياء الشعبية هي تصطف إلى جانب اليسار وتصوت إلى جانب اليسار، أيضا الجالية المسلمة والمهاجرة تصطف إلى جانب اليسار، على اعتبار بأن خطاب العنصرية الذي يتبناه اليمين المتطرف يسيء إلى هذه الفئة، وهذه الفئة تشكل نسبة كبيرة في إذا ما قرنت في أو إذا تحدثنا عن مواقفها في الانتخابات السابقة. سنسترسل أكثر ربما في النشرة اللاحقة.